والدته وهي بتحتضر طلب غريب جدا. اتصلوا بيه من دار المسنين، قالوا له والدتك بتحتضر وتعال عشان تشوفها عشان هي عايزاك. فجاء الأول عاوزين نصلي ونسلم ونبارك على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، صلاة ترضيه وترضى بها عنا، صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد. لما جاء الابن عشان يشوف والدته قال لها انت عاوزة ايه يا امي اجيبهولك؟ قالت له انا عايزة تلاجة وعايزة اكل وشرب تعبيه في المطبخ بتاع دار المسنين، وعايزة تكييف وعايزة مراوح وعايزة ناس تخدمنا بالفلوس. قال لها ياما انت يعني خلاص لسان حاله بيقول لها يعني ساعات معدودة. قالت له ما تستغربش، انا استحملت الجوع والعطش والوحدة والبرد والحر كل الحاجات اللي انت تتخيلها، لكن انا خايف عليك انت لما ولادك يجيبوك نفس المكان ونفس الدار مش هتستحمل اللي انا استحملته، عشان كده بقولك جهز الدار دي بكل المتطلبات المعيشية عشان تبقى مرتاح. وتوفت السيدة الى رحمة الله معانية من عقوق الأولاد. بروا بوالديكم. السلام عليكم.